هي بنيتاتنا كاملين، والاكثريه بنيتاتنا اللي ما تنشوفوش، بنيتاتنا اللي خدامين اللي عايشين بلوتو في الاماكن الصعيبه في الوصول هما الجبوله، ولكن فاطمه فيها الامل، فاطمه باغا تقرا، فاطمه عندها الاحلام ديالها. هذا هو فاطمه. علاش بدينا نفكروا انا وسفيان اننا نعملوا يعني ان كليب من بعد ما قدمت لي المشروع ديال فاطمه. فوالا دونك شجنا فاطمه والحمد لله ربي يسر، واليوم خرجنا الكليب واشتغلوا معنا الناس حتى هما تيبغيو يعني حتى هما ينميو هذه البلاد ك دي جي فان اللي كل شيء تيعرف يعني في المغرب وخارج المغرب، ك امير الرواني اللي تبارك الله عليه يعني من اكبر يعني رياليزاتور اللي عندنا واللي تبارك الله تيفرحنا حتى هو خارج بلادنا. وهاد الناس كلهم بغاو يخدموا لهذيك البنيته، لهذيك البنيته اللي هي عايشه في الجبل. حنا باش نتقربوا منها اكثر ونحسوا بها اكثر، اون ديسيدي دونك اننا نعملوا لو كليب في المكان المناسب. دزنا على اماكن جميله في بلادنا، من بني ملال طلعنا لأزيلال، ومن أزيلال طلعنا لزاوية أحنصال، ومن زاوية أحنصال طلعنا لفيلاج تاغيا اللي يعني من أجمل الأماكن في هاد البلاد، وفيها أجمل الأطفال وأجمل الناس، لأن تيحبوا المغاربة كما هما وتيبغيو أننا نتحنا نحترموهم كما هما. هذه واحد الاغنيه كون ما بروبوزي يا كلكو طون، وجاتني الفكره اللي هي سميتها فاطمه، وتتهضر على اون بيتيت في دي مونتان، بنيتها اللي في الجبل اللي هي تتمثل الاطفال كاملين اللي هما في الجبل، واللي عرفتي بهاد لا بيريود ديال ليفير ديال البرد اللي جاي، خصنا نكونوا خصنا نوقفوا في جنبهم. وهاد لا شانسون هي ان سوتيان ا لاسوسياسيون الجمعيه البركه انجلز اللي هي الرئيسه ديالها مدام سلوازين، واللي تيديروا واحد الخدمه انكرويابل اكسيبسيونيل سور لو تيران. دونك حنا فرحانين جدا باسكو سو سوار سي لا بروميير لو لونسمون ديال هذه الاغنيه فاطمه اللي هي لحنا مسيو مصطفى جرويح، مسيو عمر بوعشره، مسيو دي جي فان اللي دار الموسيقى ديال في لي زارونجمون، ومسيو امير رواني اللي عطانا هذا لو كادو الكبير اللي هو لا رياليزاسيون دو كليب فاطمه. ابسولومون اون بارتي دي بينيفيس دو لا شانسون سورا ريفيرسي ا لاسوسياسيون البركه انجلز. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا الكبير.